ماذا؟ 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 بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي شوفي، بسم الله الرحمن الرحيم، شو هذا؟ حنا بوجهتي انت صرتي ترقدين في كل مكان، بس خلاص تعقين عمرك اي مكان ورقدتي استويتي مثل القطوه، ما بناقص الا ترقدين في المطبخ. والله هداك شو تبغاني اسوي يعني؟ كسل وملل، قلت لك خلني بسير بشتغل انت مو بطايع. حكي راسك طلع القمر. انا بوجه احنا بوجه انت ما تستحين على وجهك، حرماش كبرك فاضيه وما عندك شغل، المفروض انك انت تكونين الان في قمه نظافتك، في قمه نظافه البيت، في قمه ترتيب البيت، في قمه راسك، قصدي قمه عطائك. يا لسه وراقده هل بوش البلاد اللي فيك؟ يعني الحين انا ابغى اعرف شو تبغيني اسوي يعني؟ شو تبغين تسوين؟ والله تواكبين تطلعاتي. يا ربي اي كواكب يا غريب. ابوي انا كواكب هذه وين؟ هاي تواكب اي تطلعات؟ تواكبين تطلعاتي يا 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 ميثا تطلعاتي. يعني انت وين تبغي تطلع؟ تبين ايه اطلع معاك ولا شو الموضوع؟ انت واعيه ولا راقده انت ولا شو؟ ميثا انا ابغي اعيش الحياه المخمليه، حرام عليك خافي الله. انت تعرفين شو يعني الحياه المخمليه؟ والله ما ادري، اذا تبغيني اشتري لك لحاف مخمل انا ما عندي مانع. يا جماعه اصفق هبل، يا تشتري لي لحاف انت؟ حياه مخ يا ميثا خافي الله لا تخبرين بي. حياه مخمليه يعني حياه فيها دلال، فيها دلع، فيها غنت، فيها 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 مظاهر حلوه، فيها ريحه طيبه. انا من اخذتك انا لا شفت الدلال ولا شفت الدلع، انا من اخذتك ما شفت الحياه المخمليه هذه بوليه، حياتي كلها حياة زقنبية شبلات. قومي 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 حطي لنا الأكل، قومي قومي يلا. صبر ما شي غدا يعني، صراحة الثلاجة تصفر يعني، إذا بغيت في شي موز عندنا. بس موز؟ بس أنتي متزوجة شمبازي؟ قوليلي ماخذة شمبازي أنتي؟ ماذا؟ أمي عندك أزمت؟ هي الدوها كو عندي في الحجرة موجود موجود. إذا عيال هاتي لي أمي هالمضرب وهاتي بعد وياها المرود، باجحد عيوني اشوف مقبرات. ان شاء الله يا دو ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. ادور حياه مخمليه على يميني وعلى يساري وادور حياه مخمليه. تصدقين انت حدك اثمن ومرود وحلول وزموته؟ اي هاي سوالفك. ابوي خذي مني نصيحه، حطي ابوي على عيونك المغمره هذه المغبره اثمن وتطالع المنظره وشوفي حالتك، شوفي شكلك، شوفي وجهك، شوفي وضعك. عيل انا يقول لي او ان عيونك مغبره؟ استغفر الله. زين ماما ميسا انت تداخلين البيت بقود ساعات يعني، لكن اكثر شيء دخون. انت داخلين البيت بقود؟ عباس ريلي يهب دهن القود. سامعوا انتو؟ ايه نحنا شو خصنا في عباس يحب العود ولا يحب الدخون؟ انا اقول لك ان ميثا هي وريلها غريب في جنك. اي بابا الريال احيانا يحب التغيير، ما يحب الروتين المتململ. يا ربي يقولي انا ادري فاهمه او انك بتعلميني، لكن ما عندي حيله. يوم انتي فاهمه وعارفه عيلش حقه ما تسوين. ها اسمعي لي ماما ميثا، انتي ماما تتهرشين بريلك؟ ماذا يا بنتي؟ اسمعيني عادي، انتي لازم تغيرين من حياتك وتسوين اللي يباه ريلك. يعني كيف يعني؟ لا تقولولي نيو لوك، انا وجهي هذا ما بغيره، لا بضرب بوتوكس ولا بنفخ شفايفي ولا بسوي رجيم ولا بسوي اي شيء. منو قال لك تضربين عمرك بقص؟ الله يهديك، انتي تعالي وياي وانا بخبرك عن فكرة زينة. يلا امشي قدام. انا بروي احسن وحده اتأدى لها قريلك ابوس اهل تأديله.
هذا؟ الله 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 الله، شو هالريحة الطيبة، شو هالريحة الحلوة، شو يا سلام يا سلام. صبري صبري صبري، وين 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 جايبها؟ الله أكبر، هذا العود اللي شريته البارحة. يا سلام يا سلام، بارك الله فيك. هكذا أبغيك، أبغي البيت مرتب، أبغي البيت ريحة طيبة، أبغي البيت الواحد يشتاق لك كل دقيقة وكل ثانية. يا سلام عليك. لا بعد، لو تدري شو مسوية؟ ايه؟ مسويت لك حلويات من كل الأصناف والأنواع علشان تاكلهم الضحى قبل الغداء. وايد علي، ما أقدر أنا كذي، ما أقدر، شوي شوي علي، مو مرة وعدة، شوي شوي حلويات. يا سلام، بارك الله فيك، بارك الله فيك. زين غريب، أنت مو بملاحظ شيء؟ ما خليتي شيء، بارك الله فيك. وين؟ غريب، مو ملاحظ شيء. ها انتي؟ اي اي، انتي ما شاء الله متسبحة. يا ربي، شو ها غريب يعني لهالدرجة؟ السبوح شيء غريب علي؟ زعلت. لا لا لا، الله يهدينا ويهديك انتي، الله يهديك. من كثر المفاجآت اللي مسويتنا لي انا صرت عمي ما اشوف. والله ريحة طيبة، البيت مرتب، الشكل، الذوق، الأكل. سامحيني سامحيني، باشم ايش اسمه ثيابي، ايش رايك فيهم؟ اي الله أكبر الله أكبر، شا الثياب، شا الشيء الزين، شا الشيء الحلو. وين ما شاء الله جايبها الثياب؟ البارحة، كله كله شريته البارحة. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد على نعمة الزوجة الصالحة اللي تهتم في بيتها وتهتم في ريلها وتهتم في عيالها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. صراحة يا امي شهيتينا للأكل. امي، انتي اول مرة تسوين شرم كوكتيل؟ خلي اللي عنده تشوف هني انه بس ترى العود. يمي يمي، وايد كيوت وبالجبن. يامي يامي، وايد كيوت هني. اعطيني بي صحنك. الله اكبر ما شاء الله، انتم شوفوا شوفوا التويس هذا، شوفوا التويس الكيوت كيوت. بس ميثا، شو تبغين يده؟ شو تبغين؟ بس انا حطيت اي الحيمه ان شاء الله. اقول ميثا، يا سلام عليك، عاد خلطه مره واحده سويتي لنا لحم وسيفود. يا سلام عليك. تفضلي ابوي. مشكور. اندوك عاد اسمعنيها، أنا ما يعيبني تراني هذا الربيان يسوي لي لوعة ويسوي بعد يقوم في الكبد هارم اسمه الاسترول. يدو، لو سمحتي لا تسين تخربين علينا الأكل. الحمد لله نحن ما يلوع جبودنا، وأنا ما يسوي لي أبدا كوليسترول. بالهنا والعافية، أنا إذا ما أطبخ لكم أنتو أطبخ حق منو عيل؟ أمي، سويت لنا سويت شذي كيوت؟ يا الله، مسويت لكم سويت بيعيبكم، بتاكلون أصبوعكم وراه. ما شاء الله عليك، ماذا انت فدا. قولي. بلي. مو بكنا جايبين ورد وايد؟ احسن احسن يا ميسه، انت بس تشوفي الالوان، ما شاء الله ما شاء الله، بس شمي الريحة مال شكه كيف. هي قولي لك، انت عارفين شو المشكله؟ بلي. هذا الورد يتم يوم يومين ويذوي. عادي خليه يزوي، خليه عادي، بعدين تشترين غيره. اصلا الريول لازم يهز في نمت معيشه ماله غير. استغفر الله العظيم. هود هود، بطنك عود. هدا هدا. يلا قولي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شو هذا؟ شو هالورود؟ شو هالباقات هذه؟ أنا ببيتنا ولا في حديقة الممزر؟ ها، شو رأيك يا غريب؟ بعد شو رأيي؟ هالربط لساني، شاكو؟ شو أقول بس؟ هاي الألوان الحلوة الجميلة، هاي الريحة الطيبة، ما صوتي تغير، شو هذا؟ يعني أحسن من ريحة مال ميسة مال قبل؟ لا. قولي. بلي. ترى ساعات ما تعرفين ترمسين، قصدك احسن من ريحه البيت قبل. هو نفس الشيء خو ماما، احسن من ريحه الشكه يعني قصدي. الله الله اكبر، ريحه 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 مسويت لي حشرجه. اي والله، ورد هالكثر ورد في بيتنا؟ بس ميثا، وايد بارك الله فيك وايد، يعني هذا كله مصرف، كلفه كلفه.
يعني انا عارف ان الورد الطبيعي يعني غالي ريحته يعني فوق، ما بكنا كثرتي بارك الله فيك. الله الله، اليوم انا نفسيتي اليوم مفتوحه اليوم. الله السلام عليكم عماد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عماد صبر، انا طالع على يساري شوف شو اشوف، وطالع على يميني شوف شو اشوف. يلا امر الله امر الله. تفضل عباس جاري الحبيب. ابو عماد بلى. حريم مالنا موجود؟ حريم مالكم كم وحده؟ قولي حرمه وحده. حرمه مالي انا موجود. بلى موجوده. هودي هالرب ما زين. قولي بلى. عباس ريلج. ها خبين ان شاء الله. ابو احمد. نعم. ما شاء الله. عندكم ورد حق مربي. مسكين ما يشوف الورد الا في مستشفى الولاده. لا الحمد لله، نحن طال عمرك نحب الورد، نحن من استوينا نحب الورد. هلا واكبر، من متى صرتوا تحبون ورد؟ نحن نبونا يا ابوك يا الورود، نحن في البيت نزرع ورود، نحن نصدر ورود. منو؟ نحن يا الحيارسي في الشقة بس. منو قال تحبون ورود؟ نسيتوا ها؟ نسيتوا أيام المولة والكسيف وداخل سبخ تمشون بريولكم؟ مو بأحسن من ريعة الكر قدو مالك؟ يلا سيري عند ريلك. يلا إن شاء الله خذ عقب الورود يا هذا يعايرنا. يلا غريب. بلى الله يسلمك، ترى هذا ورد يعشق كل شيء جوننها خبن، يعني اقفتنهم بيشت ترى. والله يعني وات يو مينينج يعني؟ يعني اقفتنمتها يعني قل يعني قولي الله يخليها. امي ما قصرت سمتني قولي يعني قول مثلا. الله اكبر، قولي يعني ورد. بلى ما شاء الله. شكرا يا قولي. داس بردك ونور. الله اكبر ان شاء الله. اعطي الرقم بقى. أتي الرقم بقى. توي قدام يا دكتوري. متوهق انا ويا الورد يعشق كل الجونه. الله يقولي يا حليله رايه سواء، بس اول مره اعرف واكتشف ان قولي ورد. تصدقين اقول انا بغير ثيابي وبي بتغدى. شو مسويت لنا غدا؟ هي اليوم عاد مسويت لك اكل بيعيبك، فيليه هامور ومسويه سي فود. إيه؟ مسويه شوربه قباقيب، مسويه ربيان من هذا الياهل صالونه، وشويه سلطات ايطاليه. وايد والله وايد علي انا ما اقدر، يعني مسويه ربيان الياهل. وايد علي، اسبوع انت مدلعتني ومدللتني، ما اقدر ما اتحمل وايد. انا ما اعرف شو اقول. أنا بروح أصلي وبي أكل. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. يا سلام. الحقيقة أن ميتة تغيرت 360 درجة. نعم تغيرت. شال ورود، شو هالروايح الطيبة؟ شو هذا البيت؟ شو هذا الترتيب؟ وكله يقولون المواطنات ما يعرفون يحولون بيوتهم جنة. لا بوي، يعرفون يحولون بيوتهم جنة، ويعرفون كيف يهتمون في ريايلهم، ويعرفون كيف يلبسون، ويعرفون كيف يتكشخون، ويعرفون بعد كيف يطلبون. وكله يقولون ما يعرفون أحسن عن غيرهم، لكن مع الأسف شوية ها هيازة فيهم، يتعايزون بس. الله أكبر، ولا ها شوفوا ميثا شو مسوية، شوفوا هالورود اللي عندي، شوفوا. هي غريب، شوف شو سويت لك حلويات بتعيبك. بس حرام عليكم، بس ما أقدر خلاص، شبعت يعني أكل فواكه أنا غصب علي. بس يا ميثا شبعت، سكري. عاد ما يستوي يا غريب، انا تعبانه ومسويت لك هالحلويات وما تاكل. لازم اكل غصب علي، باكل افعلي. كل ان شاء الله. ما تبغيني يدو؟ لا ما عليك، انت يوم تاكل انت شني، انا ما اكله. جزاك الله خير، ان شاء الله بيعيبك. بس قطعه صغيره، بس ما باكثر. الله اكبر.
أقول؟ ها؟ أشوف زولية جديدة عندنا اليوم، من وين هاي الزولية؟ أه طبعاً أكيد أنا اللي جايبتنها، بس ما قلت لي، شو رأيك فيها؟ ها؟ شو رأيك فيها؟ حلوة، حلوة، وخاصة الألوان، الألوان متناسقة غير مرتبة، يعني أخضر على أزرق على بني على الورد الأحمر، حلو يعني شيء حلو، كل شيء منك حلو. تفضل يا أم المدخل. يبي خلينا ندخن بوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. عياد حق يا محل. من أين استوي يا جماعة؟ بس ما دخان أكل مبزين. أنت جرب شوي. إن شاء الله بيعيبك. لابس جلابية يا جماعة جلابية. قولي لهم يدهم ما يعرفون. ما عليه بتستوي لي حتى خلينا ندخن. أنت هاي عودن طيب نعم. ما تبغين بسبوسة؟ لا ما عليه خلها البسبوسة. إن شاء الله. أعطي. أبوي. ترى على فكرة أهم شيء الجلابية. ولا أنت تتدخن بس حق الناس اللي برا؟ لا لا ان شاء الله حاضر. الله شو هالعود الطيب. عشان تعرف اللي اعرف اشتري عود. شوف ريحته شمها. الله يا سلام. سمحوا لي انا بدخن البيت والناس اللي جايين. حاضر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. جد حيا الله الطيبين. طيب اختنا موجوده؟ موجوده هو بتصير يعني بطيخ اكياس. طالبه منا حبول. اي حبول هي جايبينها. سوي لنا درب سوي لنا درب بعد حبول. انا بكوا الاسبوع انا بنتعد حبول سيفول دوك. تفضل تفضل. يا الله يا غريب. الله شو هالعود هذا؟ شو هالزين هذا؟ هذا سنغافوري ولا سيوفي؟ سنغافوري ولا سيوفي؟ او انه يعني فاهم سنغافوري ولا سيوفي؟ السيوفي دهن عود، سنغافوري العود. او انك فاهم يعني انت بتشتري من هذا انت؟ تدري يا غريب انا عندي في البيت يونية عود شارنا من بومبي، وخوي سهيل الله يطول عمره عنده طرمبة عود سيوفي قديم. انت تعرف شو هو طرمبة؟ حطله حطله تحت باطه فضحنا. خالي لا تحطه شي تحت باطه وتحت خشمك وايد يا مو بزين. شو يعني؟ ليش شو بلا خشمي؟ مو بقصدي يعني انا سمعت الدكتور يقول الدخان يضر بالرئه. من الله خلقنا وتخلقنا رحنا يا سيري شب ما استوانا شيء في رئتنا. استوالك شيء انت سيب؟ لا لا بس عبيد عطني هذا شويه. يا الله يا الله. اقول اختي الحبول هذيل سويهن مشوي زين، لا تسوينا المقلي بيحرقنا الزيت. والله ما عليك يمين دورنا دواره انا واخوي في السوق وما حصلناها لانه ما بموسمهن بعضيك الجيمه ماخذينهن. اقول لك خالي عطنا من الاخر كم تبغي يعني؟ قول عادي عادي لا تستحي. كم قريب بنات كايل ما يستحن والله العظيم طالعين على خوالهن. خيلوا واستحوا على اعماركم. انا ما قصدي شيء مو بقصدي انا يا يدور بيزات من عند اختي. كفو كفو يا عيالي والله انكم كفو.